أبنائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في مادة البيولوجي. اليوم بنكمل support in human، وهناخد cartilages, joints, ligaments and tendons. ده آخر جزء في أول lesson اللي هو خاص بالsupport. خدنا قبل كده support in plants، والنهاردة بنخلص على support in human. تعالوا بينا نشوف مع بعض. أخدنا قبل كده السكيلتال سيستم أو السكيلتون أو البوني سكيلتون. البوني سكيلتون المقصود بيه الأكسيال سكيلتون والأبنديكولار سكيلتون، أخدناه قبل كده في حصص سابقة وفي فيديو سابق. ناخد اليوم كارتليجز، جوينتس، ليجامنتس وتندونز. يا ترى إيه الفرق اللي بينهم؟ المين ديفرنسز اللي بينهم؟ وإيه الفانكشنز بتاعتهم؟ هناخدها إن ديتيلز إن شاء الله. ناخد حاجة حاجة. طب بصينا كده مع بعض الكارتلجز. أنا هاخد in general وبعد كده هناخد جزء جزء ونفتته مع بعض. الكارتلج. الكارتلجز cover bone ends as joints to decrease its friction. المنظر أهو. أدي بون، ولتكن البون دي هي الفيمر، ودي التيبيا، ودي الفيبيولا. واضح هنا مكان الارتكوليشن between الفيمر والتيبيا في surfaces لونها بلو. ده الرسم بيوضح انها بلو. هي دي كارتليج. طب هل هي لونها بلو بالفعل؟ لا طبعا، لونها وايت. تمام كده، واحيانا تبقى ترانسبيرنت، والمناطق دي بتبقاش فيري ثيك من الكارتليج، يعني طبقه مودريت في السايز او مودريت في الثيكنس من الكارتليج. يبقى كارتليج هو عباره عن تيشو كفر البون اندز ات جوينتس، في مكان الجوينتس عند اماكن الارتكوليشن وأماكن الجوينتس وأماكن الميتينج أوف إندز أوف بونز. بيحصل إنها الكارتج بتعمل كفر للإندز أوف بونز. ليه؟ To decrease its friction. طبعًا البون مع البون لو حصل بينهم movement وarticulation directly without cartilage هيحصل friction، وfriction leads to corrosion. البونز يحصلها corrosion، وده طبعًا painful جدًا جدًا جدًا، وطبعًا في damage severe damage على الهيومن. طيب تعالوا بينا ناخد بارت تاني، الليجمنتس. الليجمنتس يا ترى الفانكشن بتاعتها ايه؟ الليجمنتس هي عباره عن كونكتيف تيشو، والليجمنتس دي كونكت بونز توجذر. يبقى الفانكشن بتاعتها كونكت بونز توجذر، يعني مثلا البون اللي هي الفيمر تتصل بالبون اللي هي الفيبيولا. دي طبعا الفيبيولا اكسترنال فيبيولا، بتبقى ثان بون متصله اتصال غير مباشر عن طريق ايه؟ عن طريق ليجمنتس. عن طريق ايه؟ ليجمنتس. يبقى الليجمنت بيعمل باينز، بيعمل لينك. لينك مين؟ البونز توجذر. بون زي الفيمر اللي هي فوق دي كده، الفيمر مع الفيبيولا باي ايه؟ باي ليجمنت. كما ان الفيمر مع التيبيا ممكن هي كمان تشبك بايه؟ بليجمنتس. شايفين الليجمنتس دي كروس شيت اللي هي كروشيت ليجمنتس المشهوره عندنا. طيب يبقى مرة تاني، كارتلج بتعمل كفر للميتينج بونز ات جوينتس وبريفنت او ديكريس او لور الفريكشن. الليجمنتس بتعمل ايه؟ كونكتد بونز توجذر. كونكتد بونز ايه؟ توجذر. طيب تعالوا بينا نشوف التندونز. التندونز هي عبارة عن ايه؟ اذا كان السكيلتون بتاعنا عبارة عن بوني سكيلتون، والمصل اللي شبك عليه اسمها سكيلتال مصل، زي المصل دي اللي هي البايسبس بالنسبة لنا، تشبك مع مين؟ تشبك طبعا زي ما انتم شايفين كده، تشبك بالسكابيولا او الشولدر جوينت في المنطقه دي عن طريق تو تندونز. تو تندونز، يبقى التندونز عباره عن كونكتيف تيشو وسترونج كونكتيف تيشو، بيعمل بايند للمسل مع الادجيسنت بونز. مع الادجيسنت بونز، اوكي؟ ده فائده التندونز. تعالوا بينا ناخد المسل. المسل نفسها مش هتعمل contraction وrelaxation إلا لما يجي ليها order من nerves. طيب هي إيه function بتاعتها؟ contraction and relaxation. contraction and relaxation، لما تعمل contract يحصل لها shorten، تقصر في الطول. لما تقصر في الطول بتعمل raise، بتعمل raise للبونز. تمام كده؟ بتحرك البونز. طيب لما يحصل لها relaxation بتطول. relaxation relaxed بتطول، يحصل extension. يبقى هنا المسل move bones by extension by flexion joint.
بتعمل اكستنشن للجوينت او فليكشن، زي ما تفرد دراعك او ترجعه ناحيه الكتف بتاعك، ده اسمه اكستنشن لو انت مديت دراعك لبره، واسمه فليكشن لو انت عملت كونتراكشن للمسل وخليت الارم او لور ارم ناحيه الشولدر بتاعك. طيب دي المسل، طب المسل لوحدها اوتوماتيك بتشتغل؟ لا، لازم طبعا نيرفز. النيرفز دي بتعمل كنترولينج للكونتراكشن اند ريلاكسيشن اوف ماسلز، contraction and relaxation of muscles. كده خدنا المين ايدياز الخاصه بالكارتليج والليجامنتس والتندونز وعلاقتها بالبونز والمسل كمان النيرفز. اوكي، تعالوا بينا بقى ناخد ان ديتيلز. سكندلي بناخد الكارتليجز. ايه موضوع الكارتليج ده؟ الكارتليج بيبقى كونكتيف تيشو، نوع من انواع الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو يختلف عن الابيثيليال. الابيثيليال سيلز مترصصه فوق بعضها على بيسمنت ميمبرين عامله كده لو تفتكروا، صح كده؟ مترصصه على بيسمنت ميمبرين لازقه في بعضها، دي كده ايه؟ السيلز دي ابيثيليال، اسمها ايه؟ ابيثيليال. طيب امال هنا كارتلج؟ لا، ده السيلز بعيده عن بعضها، far away from each other، وبين السيل والسيل تيشو او نقدر نقول ماتريكس بتعوم فيها السيلز. زي البلد بتاعنا يعتبر كونكتيف تيشو بلازما وعين فيها سيلز ريد ووايت وبليتلتس. طيب الكارتليج برضه كونكتيف تيشو، ماله بقى؟ كونسيست اوف كارتليجينس سيلز، يبقى التيشو ده بيكون من نوع معين من السيلز اسمه كارتليجينس. نشوف شكل التيشو اللي هو كارتليجينس، ادي السيلز اللي احنا قلنا بعيد عن بعضها مش لازقه في بعضها، تمام كده؟ وهنا الارضيه اللي هي فين؟ خفيفه، مالها؟ الأرضية الخفيفة دي تعتبر هي الماتريكس بتاعت الكارتليج. طيب واضح إن السيلز دي كونكتيف، ماشي. هل في بلاد فيسلز؟ نبص كده، هل في كابيلاري وهل في ريد بلاد سيلز؟ مفيش. طب أمال إزاي بيحصلها ديفيجن؟ إزاي السيل دي سرفايف؟ إزاي بيوصل لها النيوتريانس؟ وإزاي بيوصل لها الأكسجين؟ لو بصينا كده قبل ما نقول الكلمتين دول، تعالوا ناخد إكزامبلز الأول. هي الكارتليج ده موجود فين؟ الانواع الكارتليج موجوده فين؟ اكزامبلز ليها في جسمنا. الاير بنا اللي هي الاكسترنال اير، جزء من الاكسترنال اير. طبعا الاكسترنال اير عباره عن اير بنا واير كانال، اير اي كانال، لكن الاير بنا ده الجزء، جزء منه بيبقى كارتليجنس، اللي هو الجزء ده كارتليجنس، الحته دي كده كارتليجنس. طيب ده الاير بنا كاكزامبل. ايه كمان؟ اللارينكس اللي هي الفويس بوكس، الحنجره بتاعتنا اللي فيها الفوكال كوردز دي، البوكس نفسه مصنوع من كارتليج. طب وبعدين ايه كمان؟ زمره رقبتنا اللي هي تراكيه او ويند بايب، برضه سبورتد باي رينجز اوف كارتليجز. البرونشاي او برونكاي برضه مزوده بيسز اوف كارتليجز. ليه؟ تخليها اوبن اول ذا تايم، علشان باثينج اير اول ذا داي تايم، صح كده؟ يبقى دي فكره الكارتليجنس رينجز او انكمبليت رينجز اوف تراكيا، والبيسز اوف كارتليج الموجوده في البرونكاي تخليها allow تراكيا اند برونكاي اوبن اول ذا تايم، تمام كده؟ بتفكرنا بالزيلم بتاع البلانت. البلانت كان طبعا كابيلاري فيسل، يعني الفيسل بتبقى لونج ونارو قوي 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 عشان ما تقفلش ويحصل لها كولابس. كان ربنا خلق لها سبورت من اللجنن بديفرنت شيبس، ديفرنت اي شيبس، يبقى سبورت تخليها اوبن اول ذا تايم تو باثينج ووتر، باثينج اي ووتر. هنا بقى تو باثينج اير، ذا بريثينج سيستم فور اير باسج واي. اوكي، طيب عرفنا كارتج مكانه في التراكيه والبرونشاي واللارينكس وكمان الاير بنا. تعالوا بينا نشوف برضو الكارتج موجود فين؟ في النوز. النوز تيب بتاعتنا فيها كارتج التيب دي، لكن الحته اللي فوق دي بني عادي، لكن هنا جزء البلوش ده هو كارتليجينس. دي اكزامبلز، هل بس كده؟ لا، ده في اكزامبلز كتيره. ده كمان في اكزامبل خدناه قبل كده مع الابر لم، لما خدنا البكتورال جردل لقينا هنا الهيد اوف هيومرس فيها كده بروسس، بروسس كوتد كفرد باي اي باي ها كارتليج، شايني وترانسبيرنت كارتليج. ليه؟ علشان ارتكوليت مع الكافيتي اللي هو جلينويد كافيتي، والجلينويد كافيتي هو كمان كوتد من جوه
بي لاير من الكارتلج. كارتلج مع كارتلج ما حصلش فريكشن، الاثنين سموث. وهناخد فيما بعد مش بس كده، ده في فلويد هنا اسمه synovial موجود يسهل الموفمنت، فاسيليتيت الموفمنت اوف كارتلجز، صح كده، ويمنع الفريكشن بينهم. ده ايه؟ ده جلينويد كافيتي، او الكارتلج موجود وقت الارتكيوليشن في جلينويد كافيتي. طيب نفس المنظر، شايفين اهي الهيد اوف هيومرس كوتد بكارتلج، وطبعا نفس الكيرفتشر ده، نفس الكيرف ده اللي صنعته بسكابيولا عشان تعمل جلينويد كافيتي، هو كمان كودد كوتد بايه؟ بكارتلج. طيب نكمل كده. اكزامبلز ثانيه، الفيمر مع التيبيا، الفيمر ليها بروسس وبروسس، ها كفرد باي كارتلج، الكارتلج هنا وهنا مالهم؟ بيعملوا ارتكيوليشن مع سيرفيسز برضو متغطيه بكارتلج على التيبيا زي ما شايفين كده، فور ايزي ايه؟ ايزي motion of adjacent bones or meeting bones at joints. يبقى دي cartilage examples ليها، وعرفنا cartilage عبارة عن cartilaginous A cells. طيب نبص كده ايه properties بتاعت cartilage دي. ادي نفس التيشو اهو، cartilaginous tissue، لو بصينا عليه ايه الفرق بينه وبين البون تيشو؟ في فرق شاسع. طبعا ان cartilage احنا قلنا هو السيلز بتاعته ما فيهاش بلاد فيسلز، لكن هنا لو دققنا في البون هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي فيها بلاد فيسلز بتغذي البون. ايه ده، هو البون نفسه ليفنج سيلز؟ احنا فاكرين انه روكي كده وخلاص، لا، البون طبعا ليفنج سيلز بتعمل ديفيجن واكتف وليها ريت اوف ديفيجن، صح كده؟ بالاخص قبل 21 سنه عند الميل، وقبل 18 ييرز بالنسبه للفيميل بيحصل اولونجيشن، والفول هايت بتاعنا بنوصل له في الايجز دي سواء ميل او فيميل. طب وبعدين البون دي بتتغذى عن طريق بلاد سبلاي، البلاد بينقل لها ايه؟ نيوتريانس، وينقل لها جلوكوز نيدد فور ايه؟ ريليز انرجي، وكمان اكسجين، وكمان ايه؟ اكسجين نيدد فور ريسبيريشن. مصل الانرجي هتيجي منين؟ اكسجين بلاس جلوكوز، اكسجين بلاس ايه؟ جلوكوز لازم يوصل لها، بالاضافه للمينرال ديبوزيشن زي الكالسيوم مينرالز والفوسفيت او الفوسفورس مينرالز اللي بتحصل لها بريسبتيشن داخل البون سيلز عشان تبقى هارد انف. طيب ادي الفكره، يبقى البون هنا اهوت ليفنج. الدليل على كده لو حصل فراكشر حتى بعد ما نوصل بعد 21 سنه او 18 ييرز وحصل فراكشر مثلا في البونز، ايه اللي يحصل؟ الفراكشر ده يحصل له هيلينج مع الوقت، صح كده؟ ويرجع تاني يلتئم ايه؟ البونز المكسوره وتلتحم تاني، التحامها نتيجه سيل ديفيجن، وسيل ديفيجن معناه البون سيلز ليفنج سيلز ريسيف نيوتريانس فروم بلاد دايركت بلاد سبلاي. لكن الغلبانه دي اللي هي كارتلج ما عندهاش بلاد سبلاي، ما فيش بلاد سبلاي، عباره عن جروب اوف سيلز موجوده في ماتريكس ما فيهاش بلاد فيسلز. امال ازاي بتحصل على النيوتريانس؟ ازاي بتتغذى؟ بصوا يا اولاد معايا، ريليشن شيب، الكارتليج لازق، كارتليجنس تيشو لازق في البون تيشو، صح كده؟ بيغطي البون تيشو ات سيرتن اي بليس، بيستقبل الكارتليج سيلز تستقبل الجلوكوز والاكسجين من البون سيلز باي ديفيوجن. باي ايه؟ ديفيوجن. الديفيوجن دي يعني موفمنت اوف بارتكلز، موفمنت اوف مولكيولز اوف سبستنس زي الجلوكوز زي الاكسجين from area of high concentration اللي هي الاريا بتاعت blood supply اللي بتغذي البون to area of low concentration اللي هي الاريا بتاعت usage الاستهلاك اللي هي cartilaginous cells في الحالة دي. from high to low ده diffusion، يعني كده by diffusion. طيب cartilage لما بتعمل activity daily activities بتاعتها respire فبتطلع CO2، CO2 ده waste هتوديه لمين؟ ما ينفعش يتراكم جوه التيشو او جوه السيلز، لازم يخرج. بتوديه باي ديفيوجن، الجاس اللي هو سي او 2 اللي خارج من الكارتيلاجن سيلز ديفيوزز خلال التيشو عشان يوصل للبون، ومن البون تاخدها عن طريق بلاد سبلاي وتوديها للاكسكريتوري اورجان زي اللانجز. يبقى ده الريليشن شيب ما بين الكارتيلاج والبون. هل بس كده ده الفرق الوحيد؟ هنا في بلاد فيسلز وهنا ما فيش، هنا في بلاد فيسلز وهنا ما فيش، لا، في فروقات تانية. تعالوا بينا نعمل كومبير بسيط. البون تتميز انها هارد اند نون فليكسيبل، لو ضغطنا عليها تتكسر، لكن الكارتلج لا، نوت هارد
ولو ضغطنا عليها flexible restore its shape بعد release of pressure. ربنا خلق الكارتليجينس فيش زي الشارك بيستحمل البريشر الووتر بريشر في الديب اوشن او سيز. هو وعيم عايم مبسوط ومستريح، مش هيحصل فراكشر البونز بتاعته لانه ما عندوش بونز، مش هيحصل له اي افكت من الهاي بريشر بتاع الووتر. ليه؟ السكيلتون بتاعه كارتليجينس فليكسيبل، يعني كده ريسست ايه الووتر بريشر. طيب الكارتج نون بورس ما فيهوش ثقوب غير مثقب، لكن البون فيه جزء سبونجي. بص كده سبونجي، ايه سبونجي؟ بون اهي، الحته دي سبونجي ناحيه ايه، ناحيه السنتر بتاع البونيه، البون نفسها بيبقى سبونجي، ايه سبونجي تيشو، سبونجي بون، والناحيه دي كومباكت مصمطه، يبقى فيه بون مصمطه وفيه بون سبونجي، يبقى البون فيه اجزاء منها ايه سبونجي. طيب نشوف كده، يبقى بورس علشان في ايه سبونجي تيشو موجود في البون. البلاد فيسلز بريزنت ار بريزنت اهي، بصوا المنظر بتاعها، بلاد فيسل اهي مرتين، بلاد فيسل اهي راح عند منطقه السبونجي، والكارتلج من فوق اهو، كارتلج من هنا وكارتلج من هنا. تمام كده، بياخد الكارتلج ده الفود ماتيريال منين، وياخد الاكسجين منين؟ من بلاد سبلاي باي ديفيوجن، بلاد سبلاي اللي بيغذي البون هي نفسها باي ديفيوجن. يبقى هنا البون تتغذى عن طريق دايركت بلاد سبلاي، لكن الكارتج عن طريق الديفيوجن بروسيس. تمام كده، اللي بتحصل عليه من البون جارتها. طيب تعالوا يا شباب ناخد ثيردلي الجوينتس. What are the type of joints in our body? There are three types of joints: fibrous, cartilaginous, and synovial. طيب الفايبرس واضح ان هو موجود في السكالب، والكارتليجنس بتوين الفيرتبري او فيرتبرال كولوم، والساينوفيال موجود في بعض اماكن جسمنا زي الشولدر والهاب جوينتس او البلفيك جردل والبكتورال جردل وغيرها كتير. تعالوا بينا ناخد واحد واحد ندرسه ان ديتيلز. الفايبرس، الفايبرس جوينتس كلنا نفتكر لما بنروح لأسرة عندها بيبي صغير أو اتولد في أسرتنا بيبي لسه جديد، البيبي ده يقول لك ما تمسكش، تمسكوش من راسه خالص. ليه؟ البونز بتاعته مفتحة. يعني إيه مفتحة؟ معناه البونز بعيد عن بعضها بتاعت السكال، زي ما شايفين كده السيريبرال بورشن من السكال بعيد عن بعضها، يعني في فراغ هنا هوا مثلا، لا هنا في تيشو. تمام كده، يفصل البونز عن بعضها. طيب ده before birth، ده لسه ما اتولدش مش هقدر المسه طبعا. طب وبعدين during right after birth، مجرد ما اتولد او وقت الولاده، برضو الحنيه مطلوبه في ماسك الهيد بتاعت مين او السكالب بتاعت البيبي. لو بصينا كده نلاقي البونز بتدي تلم، لكن لسه نحصل overlapping، لكن لسه. ليه لسه؟ لان مازال في فراغات فيها تيشو. التيشو ده اسمه fibrous tissue، fibrous اي تيشو. طب وبعدين لو بصينا كده مع بعض بنلقى كبر خلاص، هنلقى البونز خدت الشكل ده. هنا في جوينتس ما بين البون دي والبون دي، وما بين دي ودي، ما بين الايت بونز بتوع السكالب بتوعنا كادلت، في هنا سيريشن زي اسنان المنشار. يعني كده سيريشن زي البازل كده متركبه على بعضها، دي موبايل بونز، يعني مش هتتحرك ابدا. البونز دي مش هتتحرك بالنسبه لجارتها ابدا. Immobile بون اي جوينتس، Immobile بسبب وجود fibrous تيشو او fibrous جوينتس. طيب بصوا نكمل الشكل بتاعنا. يبقى البونز ار فيوزد وذ fibrous اي تيشو. طب ازاي يتحول المنظر ده اللي فيه فتحات لمنظر اقل لغايه ما يحصل كده هو سيريشن و Immobile بون جوينتس؟ طبعا البيبي ساك الملك من المزر، والملك ده كونتين كالسيوم، والكالسيوم والفوسفورس بيحصلوا ديبوزيشن فيملى الفراغات دي ويبقى كالسيفيكيشن. حصل كالسيفيكيشن يعني تكلس، يعني بريسبتيشن اوف كالسيوم وذين اي وذين التيشو. طيب يبقى البونز ار فيوز ويز فايبرس تيشوز، ماشي البونز ار فيوز ويز فايبرس اي تيشو، وباي جروينج إلدري older its fibrous tissue change into bony tissue، يتحول لبوني تيشو. الفايبرس ده
يتحول لبوني تيشو. طب وبعدين بصوا كده معايا، وطبعا الجوينتس دي الموبايل زي ما اتفقنا doesn't allow movement or movement. الاكزامبل the joints connect the bones of skull together through a serrated tips. شكل المنشار ده serrated tips. نشوف الشكل الاخير ها في الجزء ده، ادي البونز وادي الفايبرس تيشو لسه ما لمش، هنا بون وبون مليانه كالسيوم وكالسيوم، لسه لما يجي لنا كالسيوم تاني نبتدي ايه نقفل الاماكن دي، تتقفل تبقى في سريشن، في ايه اماكن التحامها الفيوجن اسمه سريشن، اسمه ايه سريشن. اوكي طيب تعالوا بينا ناخد تايب كمان، كارتليجنس جوينتس. كارتليجنس ايه جوينتس ماله؟ اذا كان الاموبايل جوينتس موجوده في السكال ده اموبايل doesn't allow movement، لكن الكارتليجنس allow very limited movement. نشوف شكلها، اذا كان فيرتبرا اكس وفيرتبرا واي الاثنين فوق بعض بينهم ديسك، الديسك ده كارتليجنس. طيب انا معروف ان انا بقدر احرك الفيرتبرا الكولوم بتاعي في بعض الاجزاء، يعني كده لو بصينا كده في الشكل ده الانيميشن ده هنلاقي ايه؟ هنلقى الفيرتبرال كولوم طبعا بيتقسم لفور بورشن، سوري فايف بورشنز، اللي هي سيرفيكال والثوراثيك فيرتبري واللمبر فيرتبري، ادي كده 3A بورشنز. بعد كده السكرال، سكرال بورشن والكوكسيديال بورشن، يبقى خمس اجزاء منهم اول ثلاث اجزاء يحصل فيهم موفمنت لكن فيري ليميتد، تساعدني على البندنج والستريت والبوستر بتاعي. يعني كده دي الفيرتيبرال كولومز اللي هي بينها كارتلج، لكن معروف ان السكرال ريجن والكوكسيجيال ريجنز دي اصلا فيوزد فيرتبري، ما فيش بينها جوينتس، ما فيش بينها جوينتس، وبالتالي ما فيش بينها كارتلج، ما فيش كارتلج، وبالتالي دي ما تسمحش بالموفمنت. الموفمنت هنا يساعدني على البندنج والايه والستريت فورورد بوزيشن بتاع البادي بتاعنا. فهمنا الفكره بتاعت الكارتليجنس، عشان كده allow very limited ايه movement، very limited movement. طيب نكمل بعد كده letter C، اخر تايب من الجوينتس اسمه synovial joints. synovial joints flexible joints. يعني ايه flexible joints؟ يعني ايه synovial؟ لو بصينا كده ده الالبو، الالبو بتاعنا الالبو جوينت في المنطقه دي كده، واضح ان الاند بتاع الهيومرس اهي الهيد اللور بارت بتاعها في بروسس شابك مع الاولنا، صح كده شابك مع الاولنا، وايه اللي بيحصل في هنا كافيتي علشان يحصل ارتكوليشن. المكان اللي فيه ارتكوليشن ده ما بين الاولنا ما بين الـ lower end of humerus في space، الـ space ده filled with synovial fluid. synovial fluid ده ده fluid act as lubricant. يعني ايه lubricant؟ زي الباب بتاع البيت او الاوضه بتاعتك بيزيق صوته مزعج، اللي داخل يزيق اللي خارج يزيق. طب وبعدين صوت المزعج ده نشيله ازاي؟ بنحط نقطتين اويل عند الجوينتس بتاعت الباب فيبطل تزييق فنستريح. نفس الكلام ربنا خلق لنا هنا synovial fluid ده lubricant بيساعد على ايه الايزي موشن ويمنع الفريكشن تماما في منطقه الالبو او منطقه الجوينتس الموجوده. طب الحركه هنا بتاعت البون، هل احرك اكتر من كده؟ يعني الف كده بس، هل في حركه اكتر من كده؟ اقدر ارجع لورا، اقدر ارجع كده في الحته من هنا ارجع كده، ينفع؟ طبعا ما ينفعش. طيب تعالوا بينا نكمل example تاني لـ synovial flexible joints. knee joint. knee joint المنطقة دي knee joint بتاعتنا. الأند بتاعت مين؟ الفيمر وكمان والتيبيا ومكان الارتكوليشن. طبعا الفيبولا مش مشتركة معاهم في الارتكوليشن. طب وبعدين في هنا برضو كابسول filled with synovial fluid بيساعد على الـ easy motion وفاسيليتيت الموفمنت of cartilage and adjacent bones.
وبالتالي بريفنت انفكشن. الموفمنت اقدر احرك رجلي كده لقدام، هل اقدر احرك اكتر من كده؟ اقدر اطلع كده مثلا اكتر؟ ما ينفعش كده، ما ينفعش ارجع لورا. اتس اوكي كده، اوكي، لكن كده لا. طيب تعالوا بينا كده، يا ترى النوع ده من synovial joints او الشكلين دول، التو اكزامبلز دول يمثلوا ايه؟ قال لك synovial ده منتشر في جسمنا، most of the body joints يعتبر synovial most. عرفنا الفايبرس في السكال بس، وعرفنا الكارتليجنس ما بين الفيرتبري او فيرتبرال كولون وليها very limited movement. دلوقتي synovial most of the body joints covered with delicate layer of smooth transparent cartilaginous substance. يبقى smooth وtransparent cartilaginous e substance، يعتبر رقيقة جدا وsmooth قوي من transparent cartilaginous substance which allows the movement of the bones easily with less friction. حلو قوي لأنها smooth. طيب بعد كده ايه؟ it is flexible joints which bear shocks or trauma. Bear shocks or trauma، الأماكن اللي فيها joints دي النوع synovial فعلا الفلويد بيساعد إنه برضو bear shocks أو trauma. نكمل كده، contains synovial fluid facilitates act as lubricant facilitates the sliding of the cartilages that covering the bones. طب وبعدين الموفمنت هنا للتو examples دول الموفمنت كده، طب اقدر ارجع لورا كده؟ ما ينفعش. فبالتالي هنا التايب اوف موفمنت في التو اكزامبلز سواء الالبو او الني جوينت هيبقى ايه؟ بصوا يا اولاد معايا، ليميتد موفمنت، ليميتد موفمنت. هناك في الكارتيليجنس جوينتس الكارتيليج اللي بتربط الفيرتبري والفيرتبرال كولوم كان فيري ليميتد موفمنت، صح كده؟ لكن هنا ليميتد، شلنا كلمه فيري، limited movement. ليه limited movement؟ لأن البونز allow الجوينز دي allow the movement of one bone in one direction only. allow the movement of one bone in one direction A only. وبالتالي other direction ممنوع أنها تعديها أو تقرب ناحيتها. allow the movement of one bone in one direction only. okay. طيب ده أول نوع، ده number one limited movement joints. example الالبو وايه كمان؟ والني جوينتس. حرك ايدك دلوقتي وافتكر ان دي ليميتد جوينتس ناحيه الشيست بتاعنا، وحرك رجلك لقدام وشوف اقصى ديستنس هتتحركها الني جوينتس ايه او الليج بونز قد ايه. طيب دي في ليميتد موفمنت جوينتس. النوع الثاني وايد، وايد الثانية اللي فاتت دي limited أو narrow. طب هنا إيه؟ wide movement joints. الإكزامبلز بتاعتها الشكل ده يوضح إيه؟ ال head of femur articulate مع ال acetabulum. acetabulum إيه؟ cavity، صح كده؟ في منطقة ال pelvic girdle. طيب إيه رأيكم البون دي هي بتتحرك؟ ال head شوية spherical أو half spherical أو semi spherical، واضح ان الحركه بتاعتها ممكن تتحرك كده للجنب يعني اوت لاترال، ممكن ميديال ناحيه الداخل كده، ميديال في النص كده، ميديال ناحيه الخارج كده لاترال، صح كده؟ ممكن تتحرك للخلف والورا كده، ممكن تتحرك لقدام، حاول تجرب بنفسك. طيب بص كده معايا اكزامبل اخر، الشولدر بتاعنا ها، الشولدر ماله؟ ال head of humerus articulate مع glenoid cavity. شكل ال head spherical برضه. بصوا كده. ايه رأيكم؟ اتحركنا كده وكده في الصورة اللي فوق، كده وكده. طب ايه رأيكم دلوقتي؟ up وداون. ايه ده؟ معناها in all directions. معناها in all ايه directions؟ ال example بتاعها. ها. ليه هي wide movement؟ لأن الجوينز دي allow movement of bones in many directions. allow movement of bones in many directions. الإكزامبل بيسموا النوع ده من الجوينز بيسموا ball and socket. شايفين البول دي؟ ball وسوكت.
البول بتتحرك في كل الاتجاهات، يبقى دي وايد موفمنت، وايد موفمنت جوينتس. زي مين؟ زي الشولدر articulation او الشولدر جوينت والهيب جوينت والهيب اي جوينت. واضحه؟ يبقى عرفنا كده جوينتس انواعها ايه الى الان. خدنا الفايبرس بتاعت السكال، وخدنا الكارتليجنس. اراجع معاكم الصور بسرعه من غير شرح. خدنا الفايبرس اهي، ادي الفايبرس، والنوع الثاني كارتليجنس، والنوع الثالث بقسمه حاجتين اللي هو synovial، لا اما limited او narrow movement، صح كده؟ زي الالبو، زي كمان الني، وايه كمان؟ واخر حاجه وايد موفمنت، زي مين؟ زي الهب والشولدر جوينتس، صح كده؟ الهب والشولدر جوينتس دول وايد موفمنت في جوينتس. كده خلصنا جوينتس. تعالوا نستعد دلوقتي ناخد حاجه جديده. فورث ليجامنتس. ايه هي الليجامنتس؟ الليجامنتس كونكتيف تيشو. انا كذا مره قلت كونكتيف تيشو النهارده، فكروني كده. ها كونكتيف تيشو لما خدنا كارتليج، كونكتيف تيشو لما خدنا ايه؟ الليجامنت. كده تاني مره في الحقيقه، كده تاني مره. يبقى الليجامنتس كده تاني مره خدناها، اسمها كونكتيف تيشو وسترونج كونكتيف تيشو. طيب عباره عن ايه؟ عباره عن فايبرس باندلز او separated bundles of fibrous connective tissue. يبقى نوع connective tissue ده fibrous، في شكل fiber، في شكل ايه؟ fibers. يبقى ال fibrous connective tissue their tips of ligaments of fibrous connective tissue tips بتاعتها are fixed on the two bones of the joints. تعالوا ناخد بينا دلوقتي رابع حاجة، fourth ligaments. ايه هي الليجامنتس؟ الليجامنتس دي عبارة عن fibrous connective tissue، نوع connective tissue fibrous. اخدنا connective tissue قبل كده في cartilage، هنا النوع مختلف، connective tissue لكن نوع fibrous، فبيعمل bundles، bundles من fiber. التيبس بتاعت الفايبرز زي fixed on two bones، تربط two bones معا. يبقى الليجامنتس ايه الفانكشن بتاعتها؟ تعمل connect، تعمل link between two bones. طيب نكمل كده. ايه ده؟ شكل البون دي خدناها قبل كده، البون دي هي الفيمر واللور اند بتاعها covered by cartilage، ما يهمنيش دلوقتي. وهنا دي التيبيا، دي ايه؟ التيبيا. ودي ايه؟ الفيمر، زي ما اتفقنا فيمر. طيب هنا المكان بتاعهم ايه ده؟ directly متصلين ببعض بتو ليجامنتس، شكلهم عامل زي علامه كروس، فبيسموا التو ليجامنتس دول كروشيت ليجامنتس، الاربطه الصليبيه كروشيت ليجامنتس. ده الرباط الصليبي الامامي، لان ده اول حاجه بتشوفه من قدام، وده في الخلف في جزء منه مخفي، وده الانتيريور كروشيت ليجامنت، وده البوستيريور كروشيت ليجامنت. عرفنا انتيريور معناه امامي، وبوستيريور معناه خلفي، تمام كده؟ طيب ده ليجامنت كونكتيف تيشو وسترونج وفايبرس كونكتيف تيشو. نكمل كده مع بعض. لو شرحنا كده الكونكتيف تيشو الموجوده في المنطقه دي، مش دول بس، مش كروشيت بس، لقينا الفيمر تشبك مع الفيبيولا. فين اهي؟ الفيمر اهي تشبك مع الفيبيولا، مع حاجه اسمها لاترال كولاترال ليجامنتس، رباط جانبي، lateral collateral ايه ligaments لبره. يعني ايه لبره لجوه؟ عاوز اوريكم الصوره دي الاول. الصوره دي الاول، ادي اللجز بتاعتنا او lower ايه limbs. ناحيه الاكسس بتاعنا وناحيه السنتر بتاع جسمنا في الهواء هنا ما بين التو limbs، ده ايه؟ ميد لاين. ماشي، لو دخلنا لجوه يبقى ميديال ناحيه الميد لاين، لو طلعنا بره lateral. عشان كده اسم الليجمنت ده lateral collateral ligament، بيربط ما بين الفيمر والفيبيولا اللي بره، صح كده؟
يبقى الفيبولا دايما لبره، الناحيه دي الناحيه دي في فيبولا والناحيه دي في فيبولا لبره. طيب خلينا في الفيبولا دي، يبقى ده لاترال كولاترال اي ليجمنت. طب الناحيه دي لقينا الفيمر تشبك مع التيبيا بميديال، ميديال تشبك هنا الفيمر دي البون اللي متخلي البون هنا تشبك مع التيبيا اللي في النص دي كده بليجمنت. الليجمنت ده ناحيه الميديال، ناحيه ايه الميديال، يبقى هنا ميديال كولاترال ليجمنت، ميديال كولاترال اي ليجمنت. طيب بالاضافه لايه، بالاضافه لتو ليجمنتس مش باينين، يبانوا وقت ما اشوف الانيميشن ده، هما كروشيت اي ليجمنتس، كروشيت اي ليجمنتس في انتيريور وفي بوستيريور، جزء بس منه هو اللي باقي. فهمنا الفكره؟ يبقى منطقه النية عندك كام ليجمنتس؟ فور ليجمنتس. ها فيمر مع فيبولا، فيمر مع فيبولا بلاترال كولاترال ليجمنتس. طيب وفيمر مع تيبيا بميديال كولاترال ليجمنت. اخر حاجه كروشيت ما بين الفيمر والتيبيا، كان التيبيا نصيبها نصيب الاسد، خدت كونكشن مع الفيمر بثري ليجمنتس، واحد ميديال كولاترال ليجمنت واثنين كروشيت، يبقى كده ثلاثه اوت اوف كام؟ اوت اوف فور. الرابع الغلبان ده لمين؟ الرابع الغلبان للفيبولا الغلبانه الرفيعه اللي بره. يبقى الفيمر مع الفيبولا باللاترال كولاترال ليجمنت. اوكي تعالوا بينا يا شباب نكمل. لو بصينا كده الفانكشن بتاعت الليجمنتس، الليجمنتس علشان بتربط اللينك البونز مع بعض دي فانكشن، صح كده؟ يبقى اول فانكشن هناخدها هي ايه؟ هي لينك البونز with each other as a joints، في مكان الجوينتس في بونز بتتقابل يشبكوا مع بعض بايه؟ في الهواء كده؟ لا لازم ليجمنتس. يبقى لينك the bones with each other at the joints. تاني حاجه هي ال determine the movement of the joint in different direction أو in certain direction، هي اللي بتحدد حركة البونز تتحركي فين، مسموح لك تتحركي ازاي ومش مسموح لك انك تتحركي باتجاه آخر. يبقى هي determine. في الحقيقة بدل determine the movement of the joint in different direction أو certain direction، يعني حاجة فيها بلان مخطط ليها إنها تتجه اتجاه معين. Okay. In certain directions. طيب نكمل كده مع بعض. كده خلصنا مين؟ خلصنا الليجمنتس، لكن فاضل جزء. في الحقيقه الليجمنتس دي هي strong، مش ممكن يحصل لها tear او cut. The properties بتاعتها، اولا هي strong durable، يعني تقدر تستحمل، durable يعني تستحمل كتير. Strong durable. طب وبعدين؟ عندها degree of elasticity، elastic. ليه؟ allow little increase of their length، يعني ممكن طولها تتشد فتطول زي سبرينج كده، تتشد فتطول. طيب وبعدين ليه تطول؟ to avoid cut during exposure of the external pressure، هي بتحاول بقدر الامكان انها تطول، فيها درجه elasticity فبتطول، لما بتطول بتسمح بحركه البونز، لكن الحركه دي مش forever، مش انفينيتي، لا محدوده برضه. لكن لو كان في اكسترن بريشر زياده عن اللازم ايه اللي يحصل؟ يحصل الشكل ده. الانتيريور كورشيت ليجمنت حصل له انجري، حصل له تيرنج، مش كومبليت كات لكنه تيرنج بالمنظر ده، قطع في الرباط الصليبي الامامي، صح كده؟ طيب نكمل كده. الرابشر اوف ليجمنت نتيجه ايه؟ الليجمنت may be ruptured due to twisting of some joints، يعني حركة غريبة رجلية لو التحتية الناحية، شفناها قبل كده في فيديو سابق، بلاير فوتبول فوتبول بول بلاير حصل له وقع على الأرض وقعة جديدة، فكان نتيجتها إيه؟ ruptured في الكروشيت ليجمنتس. أوكي طبعا دي محتاجة سيرجري علشان ترجع لوضعها الطبيعي وتاخد وقت. The ligament may be ruptured due to twisting of some joints as in the case of the cruciate ligaments in the knee joint. ده أشهر example اللي بيحصل فيه cut للligament. Okay؟ طيب. تعالوا بينا يا شباب ناخد number five، fifth tendons. إيه هي tendons؟
ايه هي التندونز؟ تندونز سترونج كونكتيف تيشو، they are strong connective tissue. بتعمل ايه؟ لينك المسل with ايه؟ with bones and the joints. يبقى هنا عندي بون وعندي هنا المسل، وهنا في مكان بيحصل فيه لينك ما بين البون والمسل، ده اسمه تندون. طب وهنا اسمه تندون. طيب ايه الفانكشن بتاع التندونز؟ والتندونز ده ليه؟ مش عارف ان هو سترونج كونكتيف تيشو، وسترونج واضح اندرلايند معناه حاجه مهمه. في صوره جميله عجبتني فحبيت اجيبها لكم. الصوره دي بنشوفها كتير في الشوارع اوقات. قالي عند الراجل الجزار عنده ذبايح كتيره معلقه، وفي هوكس هنا اهوت عشان يثبت الذبيحه ويعلقها فيه. معلقها ازاي؟ وازاي الذبيحه دي بتقولها ما تقعش؟ بالطرطوفه دي ليه ما تقعش؟ قال لك هنا متعلقه في العرقوب، صح كده؟ في الانكل مع التندون اللي هو اسمه ايه؟ اكيلس تندون. ده تندون، ده تندون قوي جدا. تندون قوي ايه جدا؟ يبقى هنا هو سترونج كونكتيف تيشو تندون، والتندون ده كان بيربط الهيل بتاع الانيمال او الهيل بتاع الهيومن مع مين؟ مع المسلز، المسلز الموجوده. طيب تعالوا بينا نشوف ايه الفانكشن بتاعت التندون. واضح ان المسل بالتندونز بتاعتها لما يحصل كونتراكشن المسل اللي يحصلها شورتن تقصر، يوم التندون كمان يقصر، فيقوم شادد مين؟ شادد اللور ارمز ناحيه الشولدر، يتحرك كده. ده بيسموه ايه؟ بيسموه فليكشن. بيسموه ايه؟ فليكشن اوف ماسلز، صح كده؟ او فليكشن اوف ارم. طب ايه رايكم لما يحصل ريلاكسيشن اوف ماسل بنلقى ايه؟ نلقى اللور ارم ستريت فورورد كده، يمشي كده. ده اسمه اكستنشن. اكستنشن يبقى في فليكشن اكستنشن. بيساعدني الفليكشن اكستنشن ايه هو؟ بيساعدني وجود تندونز فيها درجه فليكسبيليتي، صح كده؟ الاستيك، وكمان بيساعد ان هو يعمل ايه؟ يشد البونز ناحيه اتجاه المسل ما هي عاوزه. اوكي، وقت الكونتراكشن يبقى ناحيه الشولدر، وقت الريلاكسيشن اواي فروم شولدر. يعني كده دي الفانكشن بتاعت مين؟ التندونز. allow the movement of muscles، وبتحرك المسلز during their contraction and relaxation. وفي الحقيقه المسلز البونز اللي هي شبكه في المسلز هي اللي بتتحرك. المسل مش وظيفتها مش حركه، وظيفتها contraction وريلاكسيشن. اللي بيتحرك هو البونز. يبقى هنا allow the movement of bones during their contraction and relaxation. ممكن تقول muscles it's okay، في الكتاب مكتوبه muscle، لكن يفضل تكتب bones during their contraction and relaxation of muscles. اقدر اكتب هنا bones يا اولاد. اوكي، during the contraction، the contraction، ممكن the contraction and relaxation of muscles. ده بمساعدة ايه؟ المسلز. اوكي، ينفع. يبقى دي الفانكشن بتاعت التندونز. تعالوا بينا ناخد الاكيلس تندون. اكيلس ده كان يعتبر جريك وارير اسمه اكيلس، في حرب كان اسمها تروجان وور في زمان يعني، حصل انه اتصاب في الاكيلس تندون او في التندون الخاص بالليج بتاعته. الاكيلس ده موجود فين؟ التندون ده اللي اتسمى باسم اكيلس موجود فين؟ يربط ما بين الهيل بون بتاع رجله، ما بين المسل اللي هي الجاستروكنيماس مسل. جاستروكنيماس مسل، جاستروكنيماس مسل ليها لونج تندون يشبكها مع مين؟ مع الهيل. ده بيساعد طبعا على الموفمنت بتاعتنا، كلنا بنتحرك، حركه الفود بتاعتنا او الفيتس بتاعتنا تتحرك عن طريق التندون زي وعن طريق المسل كونتراكشن وريلاكسيشن، تتحرك عن طريق المسل العظم المدعي. بيساعدني في الحركه دي مين؟ الاكيلس تندون. اكيلس ايه تندون؟ هو حصل فيه اكسيدنت، ظهر حد اصابه بارو او حاجه، وبعد كده حصل له فول او فل اون ذا جراوند، وتمكن منه الانيمز وعملوا له كيلينج. يبقى هنا الاكيلس تندون كونكت ذا جاستروكنيماس ماسل وذ هيل بون، ده مكانه. طيب تعالوا بينا التيرنج اوف اكيلس تندون. بعيد عن الحرب بقى، هل ممكن يحصل تيرنج؟ هو سترونج كونكتيف تيشو، ممكن يحصل له تيرنج؟ ممكن او ممكن يحصل له انفلاميشن كمان. قال لك due to a vigorous effort
or sudden muscle contraction. كلنا فترة من الفترات قعدنا في بيوتنا فترة طويلة ما نتحركش زي الناس، يا دوبك حركتنا محدودة في الشقة. طيب لو أنا خرجت بعد أسبوعين ثلاثة شهر وما خرجتش، وخرجت مرة واحدة واضطريت إن أنا أجري أو أتحرك بحركة خطوة سريعة، يحصل إجهاد ومش قادر أتحرك. ليه؟ لأن المسلز حصل لها ريلاكسد أكتر من اللازم، وأنت شديت عليها في وقت حركتك، فيبقى في تايردنس للمسل دي. تمام كده؟ في كمان effort زيادة على مين؟ على المسل. يبقى هنا vigorous effort or sudden muscle contraction. ممكن قال لك loss of elasticity in muscles، نتيجة ان انا مش بتدرب كويس، مش بتحرك يوميا، ومش بعمل practicing لسبورت معينة. تمام كده؟ يعني ليزي قوي او غصب عني، اللي بيحصل loss of elasticity in muscles. طيب النتيجة حصل tearing، حصل ايه؟ tearing، حصل inflammation. طيب نبص كده السيمبتومز، يا ترى لو حصل لي حاجه زي كده ايه اللي يحصل؟ inability of walking، مش قادر الم رجلي واجر في رجلي. inability و heavy movement of foot، unable to walk و heavy movement of foot. ايه كمان؟ acute pain، الم شديد، الم حاد قوي. طيب انا هسيب لكم الصوره دي وعلقوا عليها في الكومنت في الفيديو لو شفتوا المنظر ده. المنظر ده لحد عنده inflammation او tear في الاكيليس تندون، لكن في ليج واحده من التو ليجز، يا ترى اني فيهم اللي عنده اللي عندها السيمبتومز زي، يا ترى الليفت اللي هو ماسكها بايده دلوقتي ولا الرايت؟ اكتبوا لي في الكومنتس ليفت ولا رايت اللي حصل لها السيمبتومز. تمام كده؟ طيب انا مش هدي انسر، يا ريت تساعدوني وتشاركوني يا اولاد. انا عاوز كومنت، عاوز تقولوا لي عاوزين ايه الفتره الجايه. طبعا انا ماشي كده اهوت ب ماي اون بلان، لكن عاوزكم تشاركوني الراي، محتاجين ايه نقدر نناقشه، ايه اللي عجبكم ايه اللي ما عجبكمش. هبقى مبسوط طبعا لما يبقى في كومنتس. تعالوا بينا نشوف مع بعض، حتى لو كومنت سلبيه انا اتقبل طبعا منكم. تعالوا بينا نشوف مع بعض ايه اللي حصل، التريتمنت ازاي، لما رحت الهوسبيتال او السنتر ده هيعملوا ايه. طبعا لو في انفلاميشن بالمنظر ده هاخد ايه؟ هاخد انتي انفلاماتوري، لما في بين شديد هاخد انالجيسيك درامز. انفلاميشن معناه التهاب في المسلز، والتهاب في كمان التندون اللي هو الاكيلس او غيره من التندونز اللي حصل فيها انفلاميشن. طبعا باخد انتي انفلاماتوري وانالجيسيك. انالجيسيك معناه مسكن، زي باراستيمول مثلا مسكن. طب يبقى انتي انفلاماتوري اند ايه؟ انالجيسيك دراجز، دي حاجه. واحيانا استعمل ايه؟ يطلب مني الدكتور ان انا اركب سبلانت، ميديكال سبلانت اللي هي ضماده او رباط ضغط، او ممكن يعني رباط ضغط افضل طبعا. يبقى هنا يوزنج ميديكال اسبلانت. اخر حاجه لو كان في كات زي الصور اللي فاتت دي كده، كومبليت كات زي كده، فين سوري، كومبليت كات زي كده اهو، كومبليت كات زي ده، ده اكيد ستاند رابشر، خلاص رابشر. ايه اللي يحصل؟ المفروض اتعالج ازاي؟ لا ملهاش علاج. امال ليها ايه؟ ليها حاجه اسمها سيرجيكال انترفينشن، يعني تدخل جراحي. Surgical intervention at complete tearing of the tendon. جراحة، يبقى اضطر للجراحة. يبقى هنا treatment على حسب الكيس نفسها. الكيس كان فيه inflammation اخد anti-inflammatory. في pain شديد severe pain acute pain اخد analgesic drugs. طيب هل محتاج ان انا اربطها؟ اه محتاج ان انا medical splint مثلا على حسب السيفيريتي بتاعت الاكسيدنت دي او تيرنج او انفلاميشن. محتاج ميديكال سبلنت او ممكن. طب لو كان كومبليت تيرنج، لا ده محتاج بقى ايه؟ سيرجري انترفينشن. اوكي لو كان كومبليت تيرنج كده. يا اولاد مرينا في درس النهارده بالكارتليجز، ومرينا بالتندونز، صح كده؟ او خلينا بالترتيب، كارتليج، جوينتس، وليجامنتس، وتندونز. اربع حاجات خدناهم النهارده.
درس جميل وحلو، أتمنى يكون مفيد بالنسبة لكم، ونراجع برضو بيه يكون منشط لينا قبل حل الأسئلة. وإن شاء الله أوعدكم هيبقى في فترة ريفيجنز على كل الدروس دي، فأقرب فرصة إن شاء الله هعرض لكم وأعمل أبلود لسيفرال فيديوز خاصة بالريفيجن على الأجزاء اللي فاتت. شكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم ووقتكم.